هاي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم يا جماعة. اليوم نحن هلأ رايحين نتغدى. شو بدنا ناكل؟ بدنا ناكل دولمة عراقية، أطيب أكلة. وبعد الدولمة العراقية طيب فهمنا أنه أطيب أكلة. خليني نكمل. وبعد الدولمة العراقية عندي بروفا لحفلة بكرة. يعني الحفلة نار يعني. شوفي، بدنا نولع جو بالحفلة يا جماعة. حضرت لكم شو بسموها؟ اسمعي، بيكون بالحفلة ما بيقوم بيتبوك، والله العظيم زعلان منه. ها لازم كلكم على الدبكة، كلنا على الدبكة. فرجينا اسمع. اكبس اكبس، بعدنا واقفين محلنا. نزلت على الدبكة. ايوه، عملوا له تصاميم لنوار وعم يتبوك بالحفلة. نزلت على الدبكة. يتبج دفشة الغزلان. حضرت لكم بروجرام اغاني. الله اكبر. ما بدنا استنوا بس. طبول ونار وشرار. هلا حنا شو حتعمل؟ حتهديني لون. الله، دانكشن. ما بيحكي عربي. نعم، من الصبح عليها سيح. من الصبح عم يتدرب يعطيني الورده هيك. الله، والله انت يا شاب رومانسي. حيطلع رومانسي. بس ما بيحكي عربي. شافك محمود. راسي مشكله. يا جماعه شوفوا، اجواء شتويه بنجاح. عم اتدفى على الدفايه، وتعالوا شوفوا الاكل. الله، دولمه عراقيه. هلا حندوقها ونشوف. ماما بتحبي انت الدولمه؟ عازمين على دولمة عراقية. نوار بتحب الدولمة؟ ليش لما اقول دولمة بتكون دولمة؟ ليه بحكي دولمة؟ ايوه يا جماعة، رح ندوق الدولمة. هذا هو. شو؟ والله ما ادري. عم بحكي عراقي. تخيلي اكل دولمة وبعدين اصير عراقية. بجوز بس تاكلي، احكي سوري بس تاكلي دولمة شو بصير. اوكي يا جماعة، حاليا حندوق الدولمة العراقية. تخبل حامضة. هاي شنو هذا؟ تخبل. شو هالغنية تبع الدولمة؟ هاي شنو هذا؟ تخبل. انا دا اقول صدق، مو دولمة اليوم. صدق كذب. شو وتخبل دولمة؟ ما مؤلفت غنية للدولمة كلي. والله في غنية للدولمة. ما بيسال. أنت عفوا. ثاني بلاس. هاي كوبا وهاي. يعني أي حدا مو عراقي ولسه مو مجرب الدولمة، بنصحكم. نوار شو رأيك؟ أول ملعقة لي. أول ملعقة. مو بين ناكل. لا. اول ملعقه صرت. هذا الصحن الثاني. صعيم مواصفات فتاه احلام نوار، انه تعرف تطبخ دولمه. اول شيء يلا تفضل. طعمه غريبه. طعمه طيبه. ايه طعمه كثير طيبه. والله 10 من 10. خلاص نوار عطى 10 من 10. سريع. شكرا باسل، والله ما قصرت. شو هالصفرة بتجنن. الله يسلمك. شكرا.